أكتر من 420 رسالة جات لي الأسبوع ده بس عن ناس مصابة بالجن العاشق، وكان دايما ردي عليهم إن أنا صانع محتوى، لكن بسبب كتر السؤال ده وتكرار السؤال ده قريت كتير في كتب التاريخ وكتب الروحانيين عن إيه هو الجن العاشق وعبارة عن إيه، ووصلت في الآخر لعشر علامات. لو العلامات دي عندك أو عندك اعرفي إنك مصابة بالجن العاشق. اختلفت كتب التاريخ وكتب الروحانيين عن وصف الجن العاشق. مجموعة بتقول ان هو جن طيب ومش مؤذي، ومجموعة تانية بتقول ان هو مؤذي جدا وضار جدا، لكن في الحالتين هو بيدخل حياة الانسان من غير استئذان، واحنا اللي بنديله المساحة دي علشان يدخل حياتنا، وفي اخر الحلقة هقولك ليه. لكن خلينا دلوقتي في العشر علامات اللي لو عندك او عندك تعرفي انك مصابة بالجن العاشق او المس العاشق. العلامة الاولى كتر الأحلام الجنسية، سواء إنك تحلمي أو إنك تحلم بإنك بتمارس الجنس أو بيتمارس عليك الجنس أو إنك بتتفرج على ناس بتمارس الجنس، لكن بشرط إن الأحلام دي تكون متكررة في الأسبوع الواحد وتكون حاسس بيها وكأنها حقيقة، لدرجة إنك لما تصحى من النوم ممكن تحس إنك فعلا كنت في حالة جماع، وأغلب الأحلام دي بتكون مع شخصيات أصلا ما ينفعش تمارس معاهم الجنس، لأن أصل الأحلام دي مبنية على الممارسة المحرمة. العلامة التانية مبالغة في ممارسة العادة السرية، والمقصود هنا هو تكرار ممارسة العادة السرية في اليوم الواحد لأكثر من مرة، وخلال الأسبوع بيتم ممارسة العادة السرية بطريقة مبالغ فيها، وإن الإنسان بيحس بلذة أكبر في ممارسة العادة السرية عن إنه يمارس العلاقة الجنسية الطبيعية الحلال، وهيلاقي دايما إن اللذة بتاعته الحقيقية هو البعد عن العلاقة الطبيعية والتقرب أكتر لممارسة العادة السرية، لأن الجن العاشق في اللحظة دي هو اللي بيكون بيطلب منك أو بيطلب منك ده بشكل كتير ومستمر، لأن ده بيشبع رغبة بالنسبة له مهمة جدا. العلامة الثالثة ارتفاع منسوب الشهوة الجنسية. هتلاقي الزوج أو الزوجة المصابين بالمس العاشق أو الجن العاشق عندهم زيادة أو مبالغة في الشهوة الجنسية، وغالبا هتلاقي الشخص المصاب بالمس العاشق وهو بيمارس الجنس بيحس إنه مش بيمارس الجنس مع الشخص اللي معاه، ويحس دايما إن الشخص اللي معاه ده بني آدم تاني، وممكن أحيانا كتير الجن يخليك تتخيل اشخاص هم دول اللي انت بتمارس معاهم الجنس، وعلشان كده هتلاقي المصابة بالجن العاشق ممكن تحس اثناء ممارسة الجنس مع جوزها انها حاسة ان اللي بيمارس معاها الجنس ده مش جوزها اصلا. العلامة الرابعة هو الوسواس والزن المستمر على ممارسة الزنا، وان الجن بيفضل يوسوس عند الست او عند الراجل اللي مصاب بالمس العاشق او الجن العاشق ان هو دايما يتقرب لفكرة الزنا عن فكرة الزواج الحلال، وانه دايما يدور على شكل العلاقة الحرام لأنها بتكون بالنسبة له فيها لذة أكبر بكتير من العلاقة الطبيعية أو العلاقة الحلال. العلامة الخامسة هو الإحساس بالنفور. هتلاقي الست اللي بتعاني من الجن العاشق أو الراجل اللي بيعاني من الجن العاشق دايما عنده حالة نفور من شريكه في الحياة، وهتلاقي دايما إنه بيرفض الجواز أو بيرفض العلاقة بدون سبب، ما عندوش سبب واضح يعمل كده، لدرجة إن حتى العلاقات في مرحلة الخطوبة ممكن تترفض بدون سبب، ولو سألتها انت ليه ما كملتيش الخطوبة وليه بعدت عنه هتلاقيها ما عندهاش اي اجابة مقنعة. العلامة رقم 6 ثقة للعبادات. هتلاقي العبادات كلها زي الصلاة والصوم تقيلة جدا على الانسان، وهتلاقيه اصلا مش عايز يمارس اي عبادة تقربه لربنا، وهتلاقيه دايما ان لو حاول وضغط على نفسه علشان يستمر في الصلاة او يستمر في العبادات هتلاقيه غالبا ما بيعرفش يستمر فيها كتير. العلامة السابعة هو النفور من سماع القرآن الكريم او الأدعية او أذكار الصباح والمساء أو غيرها من أي كلمات في الدين. هتلاقيه دايما لو سمعته أي كلام من النوع ده مش هيتقبله، وهتلاقيه بينفر منه بسرعة. العلامة رقم 8 هو تفضيل الجنابة. هتلاقي الإنسان المصاب بالمس العاشق أو الجن العاشق إنه دايما هيفضل إنه يقعد بجنابة عن إنه هو يحاول يوصل لفكرة الطهارة، وحتى لو كان الشخص ده نظيف جدا ومعروف عنه النظافة وبياخد شاور في اليوم كذا مرة، هتلاقيه ممكن ما يستحملش أي حاجة على جسمه وبسرعة يتصرف علشان ينظف جسمه، لكن لما بتجيله الجنابة عادي جدا هيفضل انه يقعد بيها ومش هيفكر اصلا
ان هو يغتسل من الجنابة. العلامة رقم 9 هي مطالعة الذات بالاعجاب. هتلاقي الشخص المصاب بالمس العاشق ده بيبص لنفسه في المراية كتير وبيتلذذ في جسمه او في جسمها وبتقعد تتغزل فيه بطريقة مبالغ فيها لدرجة انها ممكن تستعرض جسمها قدام الناس عادي في شكل فيديوهات او في شكل صور وبتحس بتلذذ كبير وهي بتعمل كده وتفضل واقفة بالساعات قدام المراية ويجي لها احساس كتير ان اللي واقف قدام المراية ده شخص واللي بيبص عليها من جوه المراية شخص تاني خالص. العلامة رقم 10 والأخيرة هو الانجذاب للفسقة والفاسدين. هتلاقي الشخص المصاب بالجن العاشق أو المس العاشق دايما يفضل الجلسة اللي فيها مجموعة من الفاسدين يساعدوه على ممارسة الشيء الغلط أو أي حاجة تغضب ربنا. المهم إنه هو أو هي دايما هيدوروا على الفاسدين والفسقة ويحاول يكون قريبين منهم، وطبعا ده بيكون بشكل مسلوب الإرادة، يعني هي مش من جواها متعمدة تعمل كده لكن بتبقى مسلوبة الإرادة إنها تنفذ كده بالظبط. وفي آخر الفيديو، هو إحنا ليه أصلا بندي مساحة للجن العاشق أو المس العاشق إن هو يدخل حياتنا ببساطة؟ أهم نقطة هو البعد عن الدين وإحساسك دايما إنك أضعف من الجن كتير، مع إن الجن في الحقيقة ضعيف جدا، قوته الحقيقية لا تتعدى فكرة الوسوسة. هو ربنا قال كده، الجن أخره وقوته كلها في الوسوسة، إن بيقعد يوسوس لك في دماغك بحاجات وإنت اللي بتمشي وراه أو تنفس طلباته. لو انت حاسس انك اضعف منه على الارض، ولو انت مش فاهم قيمتك عند ربنا وان ربنا مكرمك قد ايه على الارض، وان ربنا جعل الانسان خليفة على الارض يحكم ويملك ويأمر، وانه في الاخر خايف من الجن، ده اسمه ضعف ايمان. ولو الانسان وصل لمرحلة الضعف دي هيجيله الوهم بان الجن او الشيطان اقوى منه ويقدر يتحكم فيه ويعمل فيه اللي هو عايزه. والسلام عليكم.